الأمير تاج الدين أرسل رجاله من أجل قتل سعد الدين كوبك، لكنهم فشلوا وماتوا، وأنا اضطررت للقتال ضدهم وكسبت ثقة كوبك بهذا. أحسنت يا بطلي، إن كسبك لثقته وثقة الحاكم كريتوس كذلك أيضا ستنفعنا كثيرا تجاههم وتجاه الإمبراطور كذلك. لن يبقى كوبك تحت هذا الهجوم الذي شن عليه. إنهم يعلمون مكان تاج الدين وقد أرسلوا رجالهم وراءه، لابد أنهم سيقتلونه. الأمير تاج الدين كان يقف في وجهه، قتل معارضا آخر له، باتت الدولة في كفه أكثر، حتى السلطان. كوبك في نفس الوقت يريد أن يستخدمني من أجل التغلب على كريتوس، ووعدني أن يجعلني الحاكم، لكن حسب خطته يريدني بصفه، وقال إنه أخذ منك قيادة المنطقة. أخذها مؤقتا، لكن لابد أن يجد الحق مكانه. كوبك سيسمح أن تتخذ من سوغوت وطنا، يقول إنه بهذا الشكل سيرميك في أحضان كريتوس. هدفه هو أن نتعاون أنا وكريتوس وننفيك أنت وقبيلتك. وإن لم ينجح كريتوس بهذا سيحاول ذلك عن طريق جونال. أثق بجون ألب بهذا الخصوص، من الجيد أن سيادة المنطقة لديه حاليا. إن حاول سعد الدين كوبك أن يتسلط علي أو على قبيلتي فجون ألب لن يسمح بذلك. يظن بإرسالنا إلى سوغوت أنه يرسلنا لقبرنا. ليظن أنهم سيجعلون من سوغوت قبرا لنا بامسي، لكن لن يمنع أحد ولادة شجرتنا المباركة في سوغوت. لا تفارق الحاكم كريتوس يا أحمد، ولا تقطع صلاتك بكوبك أيضا. المعلومات التي تأخذها منه ومن كريتوس هامة جدا. كما تشاء سيدي، الأمر لكم. جميعنا نمر بأيام صعبة يا أحمد، وعملك صعب جدا أعلم، لكن اصبر قليلا بعد واعتني بنفسك، سننتصر بإذن الله، وبعد ذلك أنت ستكون معنا في قبيلتنا. شكرا سيدي، إن شاء الله.